علشان هبوب الريح ابن الفهر الكرابي والأمة الحمدانية المالك والمدرب يحيى طرابي سيقود الفارس بزيو العام الماضي بفئة أنهار مواليد عام 2016 بشوط الفئة الأولى دلال المنايا ابن بطل أبطال الميادين المعروف العندم ابن سيلفردين المصري والأم هي نعمة ابنة البطل كريم المجالي دلال المنايا على الحصان صاحب إنجازات عديدة حققتها على ميدان الأحلام آخرها كانت العام الماضي في بطولة ميدان الأحلام ليتوج نائب بطل ميدان الأحلام بشوط الفئة الأولى يعود هذا العام بعمل تدريبي على ميدان الأحلام لملاكاة ومواجهة العمالقة الكبار المالك صفوان الهيب تدريب استبلاط المعتز المدرب أحمد زعرور أبو ياسر ميدان الأحلام بشوط الفئة الأولى بشوط أنهار مواليد عام 2016 بفئة العمالقة ليتوج نائب بطل ميدان الأحلام بشوط الفئة الأولى بعد صراع مع أبطال ميدان الأحلام بعد معركة قامت بين درويش المبين ودلال المنايا ووحيد برشلوني والعديد العديد من أبطال ميدان الأحلام منطلق بعملية الإحماء أول المنطلقين بعملية الإحماء بسبع أشواط هذا المهرجان هبوب الريح ابن الفحل الترابي والأمة الحمدانية المالك والمدرب يحيى طرابي على صهوته الفارس بزيو الخيل ابن الفحل أمير الخيل والأمة الحمدانية المالك والمدرب سياف فلاح على صهوته الفارس عمر غدير إذن بالفعل انطلقت خيول الشوط السابع على بركة الله تعالى انطلاقة ثنائية بل ثلاثية بصدارة الشوط السابع هبوب الريح مع بزيو وعمر غدير على صهوة هلال الخيل بسرعة على صدارة الشوط بالمراحل الأولى من هذا السباق زنور غدير على صهوة ياقوت بالمرتبة الثالثة ولكن الصراع ثنائي على المرتبة الأولى ما بين هبوب الريح وهلال الخيل بزيو وعمر غدير بسرعة على صدارة الشوط السابع تدخل خيول الشوط السابع الآن نحو المنعطف الأول هبوب الريح ما زال يقود خيول الشوط الآن ما بين المنعطفين هلال الخيل مع عمر غدير يحاول انتزاع الصدارة ما بين المنعطفين قرابة المنعطف الثاني والأخير يأبى هبوب الريح إلا صدارة الشوط السابع عمر غدير يطلب من هلال الخيل الاندفاع الآن بعد المنعطف الثاني يندفع هلال الخيل ولكن هبوب الريح يأبى إلا صدارة الشوط السابع ما بين المنعطف الثاني والأخير هبوب الريح وهلال الخيل بسرعة على صدارة الشوط السابع في الرمق الاخير وبالمراحل النهائية من هذا الشوط يندفع هلال الخيل من الداخل مع عمر غدير هبوب الريح وهلال الخيل بسرعة على صدارة الشوط هبوب الريح وهلال الخيل بسرعة على صدارة الشوط هبوب الريح هلال الخيل يندفع من الداخل وهبوب الريح من الخارج الى ان هبوب الريح يفعل هذه المرة الثانية هذا على ميدان الاحلام هبوب الريح مع بزيو بالمرتبة الاولى هلال الخيل مع عمر غدير بالمرتبة الثانية وياكوت بالمرتبة الثالثة مع زنور غدير اسمع سبع أشواط هذا المهرجان يفعلها للمرة الثانية هذا العام على ميدان الأحلام هبوب الريح ابن الترابي والأمة الحمدانية مبروك ألف مبروك مبروك للمالك والمدرب يحيى طرابي برفقة المدرسة الشمالية بزيو على صهوة هبوب الريح مبروك حبيبنا يحيى مبروك لهبوب الريح مبروك لبزيو مبروك لجميع طاقم هذا الحصان يفعلها للمرة الثانية على ميدان الأحلام هذا العام مبروك ألف ألف مبروك يتوج الأخ أكرم عباب دبوت ابن مرجان المالك جمال نجم المدرب نعيم نجم والقيادة كانت لزنور غدير الثانية كانت من نصيب هلال الخيل ابن الفحل أمير الخيل والأمة الحمدانية مبروك ألف مبروك مبروك للمالك والمدرب سياف فلاح برفقة الفارس عمر غدير يكتفي بالمرتبة الثانية هلال الخيل مبروك ألف ألف مبروك صور حبيبنا ابو الوديع مبروك الف الف مبروك هلال الخيل رفقة الفارس عمر غدير